صباح الخير أو مساء الخير يا برج الأسد في القراءة العاطفية. طب نبدأ الأول بالطاقة العامة. سوري، عندي يعني برشات برد كده، برد الصيف اللطيف. فهنبدأ بالطاقة العامة. أنت تخلصت من آلام الماضي بالظبط، وفي نهاية الطريق، هو في بداية الطريق. هي الكارما كده، دي الكارما. الكارما، الكارما إن أنا أبدأ أفوق، أنت تتعب، خلاص تاخد جزاتك بقى. فأنت الآن في ثوبك الجديد وبتتخلص من آلام الماضي وبالظبط كده، وبتحتفل وشايف الحياة وردي والحياة جميلة وإيه يعني، وسبت هو ما حصلش حاجة، مش ماشي بعمل زي العبيطة وكل الكلام ده. ده برج الأسد، سواء ست أو راجل، ده برج الأسد أصلا، يعني مش حاجة جديدة على برج الأسد. فبالظبط أنت بص مختلفين خالص. ده واحد مش عارف يمشي، مش عارف يرجع العلاقة ولا يمشي ولا يروح ولا فين، وانت واحد بالظبط مديله الطناش. ممكن يكون بالظبط شايفك بتحتفل وفرحان قوي، ففكرة ان انا مش مقصر عندك، ده مش بيعرف ينام. فكرة ايه ده، نسيني بالسرعة دي؟ ممكن تكون ما نسيتوش ولا حاجة. انت تشعر بان كان في غم على قلبك، ان في حاجة تقيلة قوي اللي هو يا اخيرا، وكنت آلام الماضي كانت مأثرة عليك قوي، فقلت بلاها بقى، بلا آلام ماضي بلا آلام الحاضر، أنا هحتفل وأبص لنفسي وأدلع نفسي وأحضن في الناس. بالظبط أنت تقدمت للأمام وهو مازال في واقف في طريقه. طيب الغريب بقى يا برج الأسد، أن هذا الشخص لو كان تركك وراح لطرف آخر، والطرف الآخر ده قال له الوداع، باي باي، فهو يراك كل شيء جميل في الحياة. مش عارفة اوصف لك ازاي، كارتين اجمل من بعض يعني. عارف، مش شايفك مثلا حد وحش، لا، ده شايفك انت النعيم، انت الكمال ولا غيرك كمال. يعني شعر بقى، شعر يا برج الاسد. شايفك انك انت نفس الكوباية، لو خذلك فهو شافك دلوقتي انت حاليا بالظبط، هي الكارما. فاق من حاجة هو عملها غلط، شايفك انت نفس الكوباية اللي معاه بالظبط، والتين اوف بانتكلز. لو بنت الزوجة، ولو راجل الزوج المثالي. لو راح لطرف ثالث لا تقلق، فهو يأخذ القرم الآن. مية مية، كله في الجون، زعلش ولا حاجة، كله في الجون. انت انا عايزك تنبسط قوي قوي بقى، ما تحطش في بالك، لانه حاليا شايفك مية، وشايفك ان انت مبسوط كمان وعندك كل حاجة، انت عندك كل حاجة، وشخص شخص جميل، شايفك شخص جميل قوي قوي قوي. العلاقة المثالية، شخص اللي انا كنت ممكن بالظبط بيت، اعمل بيت اتزوجها او ان انا ابقى مراته كده يعني. ومع ذلك انت ترى ايه بقى، انت ترى شخص نمرود. بص بقى، ده الكلمة اللي انا استوحيتها من الكارتين دول. من هو الشخص النمرود يا برج الاسد؟ شخص النمرود هو الشخص اللي تقدم له السبت ما تلاقيش منه حد، بس كده. الشخص اللي دايما، بص انا هجيبها لك من الاخر، شخص تجيب له يبقى قدامه كل حاجه ويبص الناحيه التانيه، عينه زايغه معاه اجمل واحده ويروح يصاحب عليها، معاها راجل مية مية، مغرقة هدايا، مغرقة حنان، مغرقة حب، مغرقة كل حاجة، ومع ذلك بتخون. شخص بص كام كوباية قدامه وفي كوباية رابعة كمان ومش راضي، مش راضي عن أي حاجة. أنت شايفه كده، شخص شايفه شخص نمرودي. يعني إيه نمرود؟ يعني كل حاجة قدامك ومع ذلك بتبص في طريق غلط. أعتقد إن هو فعلا عينه زاغت على حد تاني، بس ايه، ما تقدرش نكمل الحاجة تانية. لانه باصص الناحية التانية، هو كيك فوندس ماشي، هو كينج، هو شخص هو طموح قوي، اوكي خلينا متفقين على ذلك، طموح قوي. فانت شايف انه، انت شايف انه طموح، بس طموح في ايه؟ مش في كل حاجة، ما هو الطموح ده بيتوقف عند حاجة معينة. انا لقيت شخص مناسب، اطمح ان انا اجيب ازيد، اطمح ان انا اجيب حد احسن منه، لا، هنا نقف، هنا نعمل ستوب. فانت شايف ان هو شخص طموح، ولكن في العلاقه معاك ما كانش العلاقه فيها ثلاث كوبايات وانا جايب الرابعه، يعني كنت بتجيب له كل حاجه، ومع ذلك ترك العلاقه، ومع ذلك رحل. بس
خلاص يا سيدي انا عملت لك كل ما يعني انت هو شايفك فعلا، انت شايفك فعلا انت شخص جميل جدا، شخص كامل كامل، لان انت كنت، انت كنت بتشتغل في العلاقه دي جامد قوي الظاهر، يعني كنت معايشه في اللي هو انا بحبك وهفضل احبك وهفضل جنبك ومع ذلك بص شكله بصباص يعني، بص 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 تلاقي في واحده واقفه هناك. فقلت له طبعا شكرا قوي مسي، ده انا ده انا الكوين اوف وندرز، ده انا هوريك انت عارف انا مين. الوش ده هو ما كانش شايفه على فكره، انت كنت موريه وش تاني. برج الاسد لما بيحب مش عامل زي برج الجوزاء كده شويه يعني، في ايه بقى؟ عنده وش بيظهر وقت ما يحب يقلب، ووش تاني ما يحب، حب بقى كده بنفسه بشخصه. الوش اللي انت طلعت له في اخر العلاقه قلت له طيب انا هوريك، انا تبص لواحده غيري، طب خد بقى شوف شفت انا مين. طبعا مش لازم ست، ممكن يبقى راجل يعني، واحده بصت لحد تاني كويس، ده انا بصي ده انا فظيع، ده انا ملك يا بنتي. فقلت له سبت العلاقه ومشيت هفن بقى مع اصحابنا. طيب ايه الخطوه اللي نفسه ياخدها؟ إيه النقطه دي بالتحديد يا جماعه مش لازم يعني تحصل، بس هو نفسه في دماغه ياخدها. القراءات دي في ناس كتير تقول مرجعش مش عارف ايه اللي بيحصل، ان هي احنا بناخد طاقه البني ادم، طاقته في ايه؟ طاقته ان نفسه يقول لي بحبك، بس الشعر ده هو مش عايز يقول بحبك بس نفسه يقول بحبك، فان انا اعرف مشاعره وكان شايفني ازاي ونفسه يقول لي ايه مش لازم تتحقق، ولكن المشاعر موجوده، ولو ندم موجود ولو فراق موجود. بس هي دي النقطه اللي انا عايز اوصلها للناس، بتقول اصلا ما رجعش اصلا ما كلمش. بس اوكي الخطوه نفسه يقول، بص ده نفسه يقول لك بحبك وحشتني وكل الكلام اللي انت عايز تسمعه في الحب، هو نفسه يقول عايز يرتاح. بص اكتر من كده توضيح مش عارف، اكتر من كده توضيح مش عارف اوضح والله. شخص ما بينامش نفسه ينام نفسه يستريح نفسه يقول اللي جواه. الشخص ده عنده حاجه جواه نفسه يقولها، ما بينامش. ممكن يكون الشخص ده في سيناريو تالت كده للناس حبايبنا اللي هما ما كانوش في علاقه، كانوا في علاقه اعجاب مثلا، وكان بيقارن ما بينك وما بين حد تاني، وراح مع الحد التاني ده والحد التاني احنا عارفين عمل فيه ايه، وما قالكيش بحبك، هو كان عارفك كده معرفه سطحيه، نفسه بقى يقولك بحبك، نفسه لو في علاقه نفسه يقولك سامحيني، دي طاقه تسامح. ممكن تسامحيني لاني ما بنامش، دي الكارما، هو ما بينامش من الكارما. الشخص ده خان اعتقد، لان عدم النوم ده هي كارمة خيانة، ما بينامش، ضميره بيأنبه ان الشخصية دي ازاي انا سبت حد كده. يبقى بصراحة يا جماعة يعني مش عارف اقول ايه، يعني في حد سيب حد كده؟ حد نفس الكوباية والعشرة بنت تنسى، ايه يا اخي ده؟ حاز الام قال له انت كافر يلا انت كافر، مش معقولة، ده لو اعمى هيحس بالجمال ده، هيحس بالمشاعر الحلوة دي، مفيش اكتر من 10 بنتكلز، مفيش. فحرفيا حرفيا حرفيا يعني نفسه ينام، نفسه يقول لك سامحني انام بقى. سامحيني وانا اسف. هو كاس الحب ما لا بعده كاس يعني، هو عنده طاقه، هي طاقه مائيه طبعا، عنده طاقه مائيه في مشاعر طبعا، طاقه مائيه هي طاقه المشاعر يعني، فهو تعبان قوي قوي قوي. لو انتوا عايزين تعرفوا هو تعبان ولا لا، فهو تعبان. لو ظهر لكم الوش ده لا لا لا، ده خدعة، انه يفعل الخدعة. الشخص ده مش كده، الشخص ده ما بينامش، بيحاول يغطي على الليلة دي كده عشان ما يبانش انه ضعيف. بس طيب انتوا ايه الخطوة اللي هتعملوها؟ الخطوة اللي انتوا هتعملوها هتستمروا في موقفكم. انتوا بقى انا زي ما قلت بالظبط، انتوا حاطين او مسيطرين العقل على العاطفة، على عكسه تماما، هو لاغي العقل خالص، دي مشاعر شخص لغي عقله بيفكر بقلبه فقط، ولكن انتوا انت عملت واحد واثنين وثلاثة واربعة، بس انت كنت معاك في علاقة مقدمة لك 10 قدمت لي واحد، فانتوا قافلين على مشاعركم حاليا جدا، بالظبط قافلين على مشاعركم ومغميين عينيكم كمان، يعني انت مش قافل على مشاعركم بس،
انت مغمي عينيك. مغمي عينيك عن ايه بقى؟ مغمي عينيك على انه ممكن يرجع. يعني هو لو رجع قال لك بحبك، انت اكنك ما شفتيش المسج اصلا. لو كلمك مثلا على واتساب قال لك ممكن مثلا تردي على المقابل، كني ما شفتش حاجه. طب لو قال لك بحبك ونرجع هتقولي له بص تعالى بقى نتكلم بالعقل، اركن بس كلمه بحبك دي على جنب وتعالى قول لي بس انت عملت 1 و2 و3، انت تعبتني قوي، انت خليتني كده، انت خليتني في 3 سيوف في قلبي، عايز ايه اكتر من كده؟ طيب هو شايف العلاقة ازاي؟ طبعا شايف العلاقة 4/10 بنت كنزية، يشوف ايه يعني؟ شايف العلاقة ان هي علاقة فيها الكينج اوف كابس. بصوا اس اوف كابس والكينج اوف كابس حاجة يعني خرافية، والكينج اوف كابس هي علاقة ممكن يكون خطيب، يعني شخص ممكن يعني علاقة تتطور الى الزواج. ليه قلت كده؟ لان جاي بعديها الكينج اوف سورس، فيها العقل والعاطفة، فيها كل حاجة، فيها كل حاجة، فيها الاندفاع وفيها البطء، شخص بيجري على الحصان شخص واقف، فيها العقل وفيها العاطفة زي ما قلت لكم، فيها كل حاجة. انا بقول لكم اهو، وانا معرفش اي حاجة عن اللي انتوا كنتوا بتعملوه مع الشخص ده، انتوا ضحيتوا بكل حاجة، قدمتوا له كل حاجة. وانا عارفة برج الاسد ما بيحب بيحب بجد، فهو شايف فيها كل حاجة، فيها التهور وفيها الهدوء بالظبط، زي موج البحر كده، مره يعلى قوي ومره ينزل خالص ويهبط، فهو شايف كل حاجه من الاخر. فيعني الاثنين، وانتوا الاثنين انتوا الاثنين كمان، يعني انتوا زي شخص هادي مقدم الحب وشخص مندفع، وشخص مندفع، انتوا الاثنين اصلا يعني شخص متهور وشخص هادي كده، ولكن هو شايف فيها حب، فيها حب وفيها اندفاع على الاخر، يعني ممكن تتطور هذه العلاقة الى زواج من الاخر. طب انتوا شايفين العلاقة دي ازاي؟ طبعا انتوا شايفين هذه العلاقة كانت تنقصها العمل عليها بكل بساطة. هشرح، الشخص ده ما اشتغلش معاكم خالص على العلاقة دي خالص، وانتوا مليتوا، دول ناس يعني مش لاقيين مكان يقعدوا فيه، مش لاقيين حاجة تخليهم يدفوا كده ويقعدوا في مكان. اللي انتوا حسيتوه في العلاقة دي عدم امان بالظبط، انتوا حسيتوا بعدم الامان مع الشخص ده، يعني انا بحبك وعايزاك ومش شايفة منك ولا مبادرة واحدة بانك عايزني. انتم شعرتم في هذه العلاقة بعدم الثقة، بعدم الامان، بعدم الراحة. انتوا كنتوا مثلا تروحوا تناموا خايفين تصحوا تلاقوا مع واحدة تانية كده على بلاطه. هذا الشخص يعني خلال عندكم كمان نقص في الثقه مثلا. ايوه صح، لان انتوا حاليا يعني انتوا عايزين ترجعوا مجدكم، اذا نكون خلاكم بقيتوا ضعاف الشخصيه، وانتوا مش كده، انتوا مش كده اصلا، انتوا انا مش ضعيفه الشخصيه، ايه اللي خلاني ابقى ضعيفه الشخصيه؟ انا كده يا ابني، انا كده، انا ملكه، انا واثقه في نفسي، انا طول عمري واثقه في نفسي، ازاي تخليني كده؟ فانتوا شايفين ان العلاقه دي خلتكم كده، خلتكم تشعروا بشعور اليتيم، شعور الفقد، دايما 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 حاسين كده. في علاقات تبقى في 2 مع بعض في نفس العلاقه، ولكن الطرف الاخر دايما شاعر بان الطرف اللي مش معاه اصلا، يعني ده اسم بس موجود على الموبايل حبيبي مثلا، مسجات ما بيننا عملت ايه النهارده، ازيك، بتاع، وحشتيني، بس وحشتيني جايه مش من جوه القلب بالظبط كده. فانتوا شعرتم انكم كنتم الوحيدين اللي بتشتغلوا على هذه العلاقه من الاخر، انتوا اللي كنتوا عاملين كل الليله دي، انتوا اللي كنتوا بتقولوا بحبك، انتوا اللي كنتوا بتبداوا. برج الاسد برج ناري، ودايما يحب هو اللي يبدا، هو اللي يحب، هو اللي دايما يعمل حاجه، لانه يحب اللي معاه يبقى نشيط كده، خش معايا في المعركه، معركه الحب بقى، يلا. مفيش، ما لقيتوش اي مبادره، كان تايه، كان مع واحده تانية، الله اعلم. اعتقد ان لو انتوا كنتوا في اول العلاقه فانتوا ما اكتشفتم طرف تالت، وانه كان بيعمل كل الحاجات اللي المفروض تتعمل معاكم مع الطرف التالت ده، فقلت له طب شكرا وقفلت الصفحه عليه. وهو دلوقتي دي كارما كده بالمختصر، كارما حقكم التالت ومتلت رجع، الشخص ده ما بينامش حرفيا، نفسه يقول بحبك،
نفسه يقول سامحيني، نفسه يقول تعالي ارجعي، مش عارف. وهو يعني هو كمان عمال يسيطر. بص يا برج الاسد، كمان في حاجه تانية بقى اكتشفتها، الشخص ده عمال يسيطر على مشاعره، في عنده مشاعر اندفاعيه. ده عايز يجري عليك يقدم لك كاس الحب التاني. بالظبط، عايز يلحقك. هو حاسس ان انت انت فرحان قوي وقريب جدا هتتجوز. بص يعني حاسس ان انت دخلت في علاقه. هو شاكك على فكره، لان انت سعيد قوي. يعني ما السعاده دي ما تجيش الا من علاقه حب جديده مثلا، بس لا مش شرط. عايز يلحقك وعمال يقول لا اهدى كده، اهدى، لا اصبر بس، لا لحسن ترفضني، لحسن تكسفني، لحسن ما مش عارف. عشان كده ما بينامش من التفكير، نفسه يجي، عايز هيموت ويجي. يا برج الاسد ازاي انك قافل عليه ميه ونور؟ ممكن تكون عامله بلوك كمان، عامله بلوك ولا ايه؟ مش عارف، عامله بلوك، عامله بلوك او ما بتردش على المسجات، حاجه زي كده. بس هو نفسه يجي قوي، نفسه يقول لك بحبك. ودي طاقه حلوه على فكره، مش وحشه. الشخص ده برج الاسد يعني اعتقد يعني ان هو عارف غلطه يعني، اوكي. بس في نصيحه ليك، والنصيحه بتقول لك ايه بقى؟ النصيحه بتقول لك بلاش تعمل كده. يعني ايه تعمل كده؟ بص يا برج الاسد، انت نفسك الشخص ده تنتقم منه، صح؟ صح، نفسك ان انت تاخد حقك. الشخص ده عمل فيك جرحك، ولو جالك تاني عشان كده هو خايف منك. انت هتمشيه كده زي الاتنين اللي هناك دول كده، واحد حاطط ايده على وشه بيعيط، والتاني ماشي بيقول شكرا قوي، عدلنا السكلنتين من الاخر. اللي انت هتعمله ده ما هو الا انتصار ذات. انا عارفه ان برج الاسد كرامته فوق، ولكن ده انتصار ذئب. الشخص ده شخص بينتصر انتصار ذئب دايما. هقول لك ازاي. الناس دي ما حربتش، امال ايه اللي حصل؟ دول سووا سيفهم ومشيوا، فده مسك السيف وضحك. انت بتضحك على ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ كده كده المعركه خسرانه، لان ما حدش حارب حد. امتى انتصر؟ لما المعركه تكون كسبان. ركز معايا بقى برج الاسد، بص الكارت اللي جايلك، انتصار حقيقي. يبقى النصيحه بتقول لك ما تعملش كده. لما يجي لك الشخص ده ما ايه بقى، مش ما تجرحش، ما تعاتبش العتاب اللي هو العتاب اللي عارف لما تعاتب حد عتاب قوي قوي وملوش لازمه، يعني انت شخص مقرف وشتائم. لا لا لا، ابعد عن النقطه دي خالص. لما يجي لك يا برج الاسد، يا اما تسيبه خالص وما تكلمهوش، يا اما تكلمه وتبدا معاه صفحه جديده، حاجه من الاثنين. حلو حلو. يبقى النصيحه بتقول لك ايه؟ ارجوك حافظ على كرامتك. ده شخص مميز يا برج الاسد. كل الناس ماسكه عصيان عاديه، وانت الوحيد اللي ماسك عصايه فيها طوق ورد. انت شخص مميز، فما تنزلش مستواك لحد. خلي دايما الناس هي اللي تبص فوق وانت ما تبصلهمش تحت. من الاخر، الناس هي اللي تبص لك، ما تنزلش مستواك لحد. ما يجي لك هذا الشخص، رد عليه رد عادي وخليك مميز. عارف هتبقى مميز ازاي؟ اقول لك تبقى مميز ازاي؟ لما تكلمه باللغه دي، لغه العقل، وتقول له 1 2 3 احنا ما ننفعش لبعض، بكل هدوء. لكن التجريح غلط. ما تجرحش في حد يا برج الاسد، مش لمصلحتك. وان كنت عايز تعرف ان الشخص ده ايه، الشخص ده بيحبك، بيحبك قوي، اوكي. فلو الشخص ده جرحك، وبرضه ليك كامل الحريه، ان كان هذا شخص المك الم خلاك تشيل الهموم الدنيا وتمشي بيها، فدي طاقه تسامح. عايز تسامح سامح، مش عايز تسامح خلاص يا برج الاسد. ولكن الطاقه دي مش حلوه، ان دخلت فيها مش هتعرف تخرج. خليك دايما كده، ان عايز تسيب حد سيبه وامشي، ما تجرحش فيه بالطريقه دي. بس خليك دايما مميز. ده مميز. مميز في ايه؟ مميز في ان ملوش علاقه بحد. انت جاي من ماضي انا مش عايزك، خلاص يا عم روح لحالك. طيب نشوف لك اخر كارت كده يا برج الاسد. هل يعني الشخص ده عايز ايه بالظبط، او ممكن تسامحه ولا لا؟ برضو كنصيحه يعني، الشخص ده تسامحه ولا لا لو جالك؟ ف
في اي شهر من الشغل، يعني ممكن ما يجيش في 8 لانه تعبان جدا ومحتار وشايف الدنيا كلها سواد يعني. صراحة مش هكدب عليك، عايزين نصيحة. بص خايف منك. Last of Swords هو قرار، قرار، خد قرار، خد قرار بإيه؟ خد قرار حازم. إن جاء ليك هذا الشخص يتاخد قرار زي ما قلت لك، أكمل وسامح يمشي من سكات، ما جرحش، ما جرحش. أسف سردس، ما تجرحش فيه، ما تشتموش، هو تعبان على فكرة جدا وبيظهر ليك مشاعر إنه زي الفل، في تواصل قريب تقريبا شكله هيعملها. خد قرار. والشخص ده مقدم عرض ولكن عرضه متوقف، ومن الاخر كده هو عايز يقدم لك عرض حقيقي. بص عرض مع الاسف بابس يعني ليلة فل، فهو نفسه يقدم لك عرض حقيقي، فانت خد قرار، يا تقول له اقف في مكانك ومش عايزك تاني، يا تقول له تعالى اتفضل. بس انما هذه الطاقة، انت في الطاقة دي، بلاش الطاقة دي يا برج الاسد، بليز ارجوك، انت عمال تخطط الظهر ازاي تنتقم منه. وانا خايفة الشخصية دي هي حلوة ومدبرة وذكية، ولكن الطاقة دي مش حلوة، قلقتني دلوقتي لما شفت النصيحة. الطاقة دي لو انت بتدبر التدبير ان ازاي تنتقم، زحرق قلبه، لا 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 ابعد خالص، خليك كده، خليك كده يا برج الاسد، خليك كده، امشي من سكات او انك تفتح صفحة جديدة بكل بساطة. ولكن هذا الشخص بيحبك، ده اللي اقدر اقوله ليك. شكرا يا برج الاسد، واتمنى يا رب تكون القراءة عجبتكم، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات اي حاجة.